تعالوا بقى نروح للجهاز الفني لمنتخب مصر طبعا بقيادة فيتوريا اللي امبارح واصل جولاته في قطاعات النادي المختلفة وزار النادي الأهلي فرع مدينة نصر، وكان في استقبالهم كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي، وتفقد فيتوريا ملاعب الناشئين والأكاديميات المختلفة عشان يتعرف على المدربين وطرق العمل داخل النادي، وبعدها عقد جلسة مع كابتن خالد بيبو وشريف عبد الفضيل وعدد من مدربي قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وتم التطرق خلال القعدة دي طريقة العمل بقطاع الناشئين، السلبيات اللي هم بيواجهوها، الإيجابيات اللي هم موجودة عندهم، الطرق اللي بيتعاملوا بيها مع مختلف الأمور دي، كانت نقطة مهمة جدا. أنا شايف يعني من وجهة نظري إن اللي بيعمله فيتوريا ده شيء في منتهى الأهمية، لأن أنت فعلا لو عايز تبني قاعدة لاعبين على أعلى مستوى لازم تبدأ بالناشئين وتهتم بكل تفصيلة من تفاصيلهم، لأن دول لو ظبطت الدنيا فيما يتعلق بيهم أكيد بعد كده هتستريح كتير وهيبقى عندك أبطال مستقبليين تقدر تستفيد من خدماتهم. يعني احنا شايفين بعض اللقطات برضو اللي بتتكلم عن النقطة اللي انت كنت بتشرحها يا كريم، والجولة طبعا في قطاع الناشئين اللي بشوفه من أهم القطاعات اللي طبعاً ممكن ان هي تبقى موجودة لأي نادي في العالم. ده المصنع، ده الأساس اللي بيبنى عليه مستقبل كمان الفرق المختلفة. ولو احنا هنتكلم عن نفسنا النادي الأهلي، احنا عملنا كمان في 10 الصبح في الأهلي أكثر من جولة في قطاع الناشئين، وعرضنا لحضراتكم لحظة بلحظة اللي بيتم والصورة بشكل حي والكواليس اللي هناك من وقت التقديم حتى والتدريبات والاختيارات والحاجات اللي زي كده، وعملنا لقاءات مع الأهالي وشفنا مشهد كان جميل يا كريم لو أنت فاكر التصوير الخارجي ده والتقرير الخارجي اللي عملناه. احنا رحنا صورنا من بدري جدا، كانت الناس بتتوافد من الساعة 6 الصبح، يعني من 6 الصبح الاختبارات تقريبا كانت على الساعة 11، من 6 الصبح الأهالي متوافدة مع ولادها من كل المحافظات. أنا عملت لقاءات مع أهالي جايين من كل محافظات مصر تقريبا، فشيء محترم وكلهم عندهم أمال أن ولادهم يوصلوا ويبقوا لعيبة في النادي الأهلي ويبقى ليهم مستقبل كبير ويحققوا انتصارات كبيرة. بالتالي ده حلم ناس كتيرة جدا أن ولادهم يكونوا يعني منضمين لصفوف الفريق الأول للنادي الأهلي، فحاجة محترمة وإن شاء الله مزيد من التألق ويبقى في كوادر حلوة كمان وعندك مواهب حلوة. إحنا بنشتغل على ده ونتمنى يكون في ناس بتضيف للنادي الأهلي في المستقبل زي ما ناس كتيرة ونجوم كتيرة جدا خرجت من قطاع الناشئين. يعني أنا مش عايز أقول الحدث ولا حرج، أسماء كبيرة كبيرة جدا يعني تألقت ونجوم تألقوا مع النادي الأهلي وقدموا كتير جدا، نتمنى كمان يبقى في استمرارية لهذا الأمر.